رد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على تقرير صحفي ربط هجوم أربيل الصاروخي بالتواصل مع الإسرائيليين. وقال بارزاني في ندوة بدبي بشأن الهجوم: لم يعقد اجتماع مع الإسرائيليين في إقليم كردستان بشأن الغاز الطبيعي، وأن الأخبار المتداولة بشأن ذلك لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن الهجوم مرتبط بمساعي تشكيل الحكومة المقبلة في بغداد. وقال بارزاني أيضا: نحن جزء من تحالف لا تحبه إيران، لذلك فإن الهجوم الصاروخي هو ضغط سياسي لسحبنا من التحالف، لأن إيران تعتقد أنها إذا شكلت حكومة فلن يكون لديها النفوذ التي اكتسبته في العراق في السنوات الماضية. نحن نبذل قصارى جهدنا، وقلت في وقت سابق أن الأوضاع الخطيرة في المنطقة تتفاقم. الهجمات على أربيل تأتي فيما إقليم كردستان يتطور في قطاع النفط والغاز، وربما يكون ذلك ليس من مصلحة إيران. ومحاولات إيقافنا لا تقتصر على الصواريخ، ولكن أيضا هناك المؤسسات التي يجري التلاعب بها، كالقرار الصادر من المحكمة الاتحادية، ونحن نتفاوض مع الحكومة الاتحادية ومصرون على الحفاظ على حقوق الإقليم الدستورية.